مرحبا دمدوم. مرحبا. شو هذا الدواء؟ ياسمين بدي نجرب طفل الأنبوب بعد مرة. وليش هيك عم تقوليها مثل عامل عملة؟ طبعا بنجرب مرة واثنين وقد ما بدك. لا هيدي آخر مرة، إذا ما زبط الحمل ما بقى رح جرب. معلش بلاها هاي القرارات المسبقة. أنت بتعرفي إنه نسبة نجاح حمل طفل الأنبوب بأحسن الحالات ما بتتجاوز 30%، فالعادي إنه نضل عم نحاول، يعني طول ما في مصاري بنضل عم نحاول. طب بتعرف شو بحس لما الحكيمة قال لي فشل الحمل؟ بحس كأنه بيني وبين الموت شهقت نفس. بحس إني مرة ناقصة، مشان هيك هيدي آخر مرة بجرب. خلص إن شاء الله هالمرة رح يمشي الحال. أكيد الله ما رح يكسر بخاطر حدا مثلك. تغديت؟ ما بتغدى بلاكي. يلا منتغدى سوا. شو هاي؟ جبت لك اياها تعبيرا عن فيض المشاعر اللي جواتي بمناسبة انك حلياني. لا عن جد شو هاي؟ لقيتها على الباب هيك بلا اسم بلا شيء. بلا ولا شيء. شكلها من حدا من معجبينك او معجباتك او معجبينك. شو قلت؟ يا من معجباتي او من معجبينك. معجبيني انا؟ ايه عادي. شو بك؟ كيف عادي؟ انا لا عندي معجبين ولا غيره. بعدين عيب تقول هيك لمرتك. كانك حملتيها شوي زياده. بعد ناقص تقول اني مصاحبه عليك. لك لا وين رحتي؟ مو هذا قصدي. شو قصدك لكن؟ قصدي انه مثل ما انت بتتقبل يكون عندي معجبات، انا بتقبل يكون عندك معجبين. عن جد؟ هيك عادي بتتقبل يعني؟ ايه؟ ليش انت ما بتتقبلي هدول البنات اللي بيبعتوا لي مسجات وبيحكوني من وقت للتاني؟ انه انت اوكي مذيع وبتطلع على التي في، فعادي يكون عندك معجبين ومعجبات. انا قاضي، ما في اي مبرر انه يوصلني ورد. طيب أنا آسف. ما بقى تعيدها.